بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله معانا اداه جميله جدا وهتفيد الناس ان شاء الله، اسمها فيو سيتي. بتعمل ايه الاداه ديت؟ ممكن انا اكون شغال في البلان، عايز اشوف جزء معين في البلان واشوف 3 دي، ولما اعمل زوم في البلان اوتوماتيك يعمل زوم في ال 3 دي، او مثلا بلان وسكشن يبداوا يعملوا زوم مع بعض. فازاي تعمل الموضوع دوت؟ هنشوف مع بعض. الأداة اسمها فيو سيت، هقول له مانج فيو سيت، بيقول لي انت عايز 1 فيو ولا 2 فيو ولا 3 فيو، ونبدأ نظبطهم بحيث لما تعدل هنا يتعدل في الاتنين التانيين. مثلا اقول له سمي ده مثلا 1 2 3، ده مثلا هخليه 3 دي فيو، وهنا مثلا هخليه الريفيشن، وده هخليه البلين. تمام، اقول له كرييت، بيقول لي اتعمل كرييت، هقول له كلوز، واجي هنا اختار 1 2 3، بحيث ان انا لما اعمل زوم في اي واحد فيهم الباقي يتحرك معاه زي ما انت شايف. فالأداة ده هتفيدك بحيث ان انت تبقى شايف الحاجة 2D و3D وفي السكشن او في الاليفيشن عامل ازاي، بحيث تأكد ان شغلك هيطلع ان شاء الله سليم 100%. لتحميل الأداة الرابط اسفل الفيديو.